خاتي، مرحبا بكم معايا في فلوج جديد. جيسبر تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. توحشتكم البنات بزاف، سمحوا لي على هذه الغبره. ما كنتش متوقعه انني غنقبل عليكم في الصيف خصوصا لهذه الدرجه. كنت كنقول غندير لكم بزاف ديال الفيديوهات ولكن ما كتبش، غبرت عليكم. ولكن دابا صافي من شهر 8 9 داك الشيء غنبقى نحط لكم فيديوهات ديما. المهم اخويا خاتي، اليوم فيديو زوين. لهذا الفيديو كما غتكونوا شفتوا في العنوان، عندنا عرس هي عرفتوا معروضه لا انا وصحباتي كاملين من طرف حتى الطرف، ما كاينش شي وحده ما كايناش في داك العرس. عرس ديال صاحبتنا اللي غادي تزوج، الله يكمل عليها بالخير والله الدريه الصريحه وداك الشيء وداك الشيء. المهم لقيتوني البنات دابا انا يلاه دوزت حتى اليوم في العشيه، غدا الصباح ان شاء الله العرس دايره بنهار مع الجوج. دونك دابا لقيتوني يلا نمشي نشوف التكشيطه انا في اخر لحظه، انا وفاتي صاحبتي. هاي حنا الاخرين في المجموعه كامله اللي يلا غادي نكريو. صافي غنمشيو نشوفو شي تكاشط زوينين الا لقينا، حيت راكم عارفين دابا مع الصيف راه قليل فين كتلقاو على شي حاجه نهار بنهار ولا الغد ليه. وهذا ما كان، وابخي البنات غنمشي عند فاتي صاحبتي للصالون اللي هي معروضه معنا للعرس. غنمشي نصايب عندها دفيراتي ديال الايديه وصافي. وشعري ما غاديش نصايبو اليوم، راكم عارفين التصاير اللي كاينه ديامات. ما يمكنش تنعسي بشعرك مصايب وتفاقي وتلقاي مصايب. انا شعري شكل فخ صباح كنلقاه فازك وكنلقاه طالع هنا، دونك ما نقدرش نصايبو حتى الغدا اصلا. ما غنطلقوش، غادي نصايبو غادي ندير ليه مشيطه مجموعه. وهذا ما كان اخوي خاتي، وخليكم معايا تشوفوا كيفاش غادي نجيو في هذا العرس انا وصحباتي كاملين. غنجيو بومبات غنماكي صحباتي كاملين غدا ان شاء الله. ويلا معايا تشوفوا معايا التكشيطه اللي غادي نختار. غنسعد سعد اللي كنجي عندو ديما، راه فين ما كتشوفوني غادا شي عرس كنجي عندو نيشان. راه كاين في الولفه في فيرار داير ميزون سعد، مرحبا بكم. نخلي لكم لاباج ديالو في الديسكريبسيون. شوفوا هاد التكشيطه اللي قيسات فاتي شحال فنه واعره، عرفتو ما يمكنش شحال مقاد ندورها فاتي الظهر. عرفتو دابا الضو هنايا ما عطاهاش حقها، خصكم تشوفها اون فاس. ما عرفتش في التليفون ما كتبانش كيما في الواقع، خطيره الصراحه عجبتني. انا كريت واحد الوحده، غنخلي لكم سيربريز غدا ما نوريهاش لكم دابا. واعر هاي خوي خاتي. المهم اليوم النهار ديال العرس، لقيتوني يلاه فقت استفت لي برودوي ديالي كاملين. وجات عندي اول وحده اللي غنبدا بها هي سميره ديال صاحبتي، شي وحدين غيعقلوا عليها. المهم بقى ليا من وراها سلمى وفاتي صاحبتي اللي عندها الصالون، وفاتي صاحبتي اللي جات من الاسبان. عاد باش انا غنخلي راسي انا الاخر البنات، حيت انا كنعرق فاش كنكون خدامه وما بغيتش نعرق بزاف. لو كان خلي راسي حتى الاخر اصلا انا باغي ندير لراسي غير شي حاجه سامبل اللي غنلصق الشفار بالزربه وداكشي. المهم انا وجهي ما كناخذش فيه الوقت. باغي نبداو بسميره هي الاولى، غادي نوريكم الافون والابري ديالها، ومن بعد غندوزو للبنات الاخرين. وغتجي فاتي غطيب لينا مشيطات حنا كاملين. البنات انا دابا استفدت المكياج كامل هنايا باش نقدر نخدم على راحتي، بحال هكا كيجيني كلشي براتيك وكلشي قريب ليا. شوفوا البنات سميره افون باقا ما صايباتش شعرها، باقا ما دارتش ميكاب مازال. شوفوا هاي دابا ناتوريل، ابري غنخلي لكم الريزولتا ديال المكياج كيفاش. دير لهم هكا سميره. المهم البنات هيا جات فاتي دابا اللي غتصايب لنا المشاطي، وجات سلمى حتى هي. شوف شحال باقا تابعاني من وحده سلم خوي خاتي. وانا خوي خاتي وانا انا ربعات المشيطات اللي تابعيني. انا ربعات المكياج غنطلع عليه الدم كلكم وندير لكم السامبل وغتبعوني. انا السامبل اختي غيوقف وغتشوه هيك مع المتابعين ويعرفوك ما فيك داكشي. راه شعرك يوقف. شوفي الا درتي عده بروتين. درتي بروشين؟ لا فراش شعر ديال بروشين في الطوموبيل. علاش ما جبتيهش؟ وناس سميره كي جات ما شاء الله باقا ما دارت ما لبساتش ما دارت لا مشطله والو. جات لبس ونوريكم مزيان كي جات داكشي ولا كيكمل اللوك خوله. شوفوا ما شاء الله سميره جي حسن من ديك المره. انا دابا حمقتيني. لا لا انا ما بقيتش كنبغي نعطي وجهي لشي حد اخر من غيرك خوله. ياك الله يحفظك ليه. طوب كيعجبك راسك معايا ياك بزاف. دابا كي جاك راسك؟ ما عرفتش راسي. مش انا سميره هذه بصحتك وراحتك. الله يعطيك الصحه الزين ديالي الله يحفظك. صعيبه خاصك تفيكس هادشي. خليني نشوف فيك واش حبس ولا لا. انا جاتني بخير. شوفي علاش غنبداو لسلمى. شوفوا افون، شوفوا افون ودابا شوفي لتحت. ها هو افون ليس. شوفوا بعدا صايبات المشطه عند فاتي، دابا غادي ندير ليها الميك اب. وهي فاتي صاحبتي جات. هاي دابا زيدي شنو بغيتي حبيبه؟ ما عرفتش انت عارفه وجهي شي حاجه خفيفه 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 خفيفه. ودابا انا ولدي عزيز راك عارفه وشي حاجه اللي تفتحني مش تغمقني. كيفاش شي حاجه تفتح؟ شي حاجه تفتحني فهمتي؟ بس
صافي راكي عارفه راكي عارفه بغيتي نيود غير صبرت ما عرفتش فاش شنو ندير ديري غوز ديري غوز 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 ديري غوز 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 نيود نيود لازم نشوف غوز مع الخضر يقدر يبان شكل ما عندك طيحه المهم البنات دابا نوض فاتي شوفوا فاتي افون ودابا غادي تشوفوها ابري البنات مع فاتي غتلبس الغوز وبغات شي ميك اب غوز واللي يجي معاها شوفوا كيفاش جاها نايس حورا حكي جاك راسك البنات دابا غادي نماكل راسي عاد باش فاتي غتصايب لي المشطه ابري عرفتوا مابقاش عندي الجهد لراسي والله عييت ندير شي حاجه خفيفه وصافي غنبدا دابا المهم بلا ما نوريكم الريزلت بحال ديما كنبارطاجيهم معاكم عييت البنات تنسالي ونوريكم الريزلت المهم البنات انا وجدت شوفوا كي جيت هذه التكشيطه اللي خديت البارح شوفوا وصافي وهذا هو الميك اب اللي درت درت نيود وهذه المشيطه اللي صايبت لي فاتي هادشي بوشنا كي جيتكم انا بعدا عجبني راسي عمري درت مشطه مجموعه دابا كتخي راسي في شعر راسي بلاتي شوفوا البنات التكشيطه كي جيتكم كي جاتكم البنات التكشيطه التكشيطه انا يا حبي عجبني راسي والله هاد العرس حسيت براسي جيت مبدله على كاع العرس اللي دوزت زعما قبل مول فغير كنطلق شعري وداك الشيء دابا جمعت شعري كامل مع الصاد ويلا ودابا نمشيو للعرس البنات راه سبقونا مابقيتش غير انا وفاتي غنلحقوا عليهم المهم البنات حنا وصلنا شوفوا صحباتي كلهم كيفاش جاوا اش يا الجمال يا اختي شوفوا سميرة شوفوا الزين كي جيتكم انا ما بقيت نتيق حتى شي حد عطاي وجهي واه خونه ميك اب ارتست صحه وراحه فاتي اجي شوفوا فاتي جات بومبا جات بومبا اه جات فنه مو حالك صحيبتي مكياج درت ليها درت لها سامبل حيت درت لها غوج على احمر شوفوا وندخلوا جاك مكياج ديالك واه فن Thank you.
حبيتي رمو